دكتور مصباح is a well-known figure in the field of the lithology. He is my colleague. We spend very nice years with each other in Aspect Faculty of Medicine. دكتور مصباح, eating habits and diabetes mellitus. Please, دكتور مصباح. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عارف ان دي اخر مره على طول, وعشان كده هنبقى مركزين شويه. واحد من الاسباب اللي كان بيتكلم عليها البروفيسور صمد شيرة دلوقتي على الميكس انسولين, ليه ما بيبقاش مناسب, ما بيعملش كنترول لاكثر من 20% من الحالات, بيبقى فيه سوينجينج للبلاد شوجر, مره يبقى هايبو ومره يبقى هايبر, والمريض يجي يقول انه السكر بتاعه يعني راك وعفريت, وهو ما هوش راك وعفريت, هو بيبقى عايز كونسيستنت دايت. كونسيستنت دايت ومونيتورنج, ومعنى كونسيستنت دايت يعني ان اكل مش بس نفس الكميات, انما نفس تشكيله النوعيات, وده ما بيبقاش موجود في الغالب, لان ما عندناش هيلث ايدوكيشن, والايتنج هابتس بتاعتنا ما هياش مظبوطه, وبالتالي بتلاقي حضرتك ما انتش عارف تظبط العيال, رغم ان الميكس سهل ويتاخد مره مرتين, انما ما بيظبطش عليه. عايزين نعرف في العجاله دي اللي احنا هنتكلم فيها الهابتس بتاعت النيوتريشن الهيلثي والباد, وايه الرول بتاع النيوتريشن في البري دايابيتس والدايابيتس بريفنشن والدايابيتس مانجمنت. كل واحده من دول احنا مش هنطول عليكم, ولكن لو تعرفوا ان الورلد دايابيتس دي اللي بيتعمل كل سنه من الاي دي اف على مستوى العالم في 14 نوفمبر, اديله دلوقتي من ابتداء من السنه دي 2014 2015 2016 هيركز على الهيلث نيوتريشن, ومش بس كده, ده هم مفصصينه بحيث ان 2014 دي هتتكلم على اهميه البريكفاست. ناس كتيره جدا تقول لك انا ما بفطرش, انا بنزل للشغل ما بقاش لنفسي, انا اصل بفطر, واللي في البيت حتى ست البيت تصحى تفطر الساعه 12 الساعه 1, واللي عنده شغل ايه يعني يفطر في الشغل الساعه 10 11 مع زمايله, لما فيش حد بيهتم بالبريكفاست. وعلشان كده بيقولوا ان يومك الصحي بيبدا من الصبح, وبالتالي الهيلثي نيوتريشن مهمه جدا, لانك انت ما تاكله يترجم اليه سواء على مستوى البيولوجي او حتى في الكوجنيتيف فانكشنز, في المود, في تفاعلك مع الناس, وبالتالي يو ار وات يو ايت. الحقيقه انه لو سالنا نفسنا هل احنا فعلا بنختار الاختيارات الصحيحه ولا لا, هنلاقي انه اللي عشان تختار الخيارات الصحيحه لازم تعرف يعني ايه هيلث نيوتريشن, وهل الدايت دي هي مجرد سلوك عشوائي ولا هي مجرد سلوك متاصل بيبقى ماشي مع الفرد من ساعه ما يتولد لغايه ما يموت, وبيبقى بيكتسبه من اللي حواليه. فالنيوتريشن بتبقى بتعني انه انك انت هاو اور بودي يوز ذا فود يو ايت, علشان خاطر يمشي حاله, يمشي حاله صح, ما يمشيش حاله غلط يعني. وان الدايت دي بتبقى بدل, لو لاحظنا اوف ايتنج ذات الكلود وات ا بيرسون ايت, هاو ماتش ا بيرسون ايت اند وين ا بيرسون ايت. ودي بنترجمها دايما واحنا بندي هيلث ايدوكيشن للبيشنت بتاعنا, لو احنا بنستقبله في الكلينيك او بنستقبله في المستشفى, فبنقول له تنظيم الاكل ما هواش حرمان, ولكن انك تعرف امتى تاكل وقد ايه تاكل وايه اللي انت هتاكله بالظبط, هو ده الامر اللي بيتعلق بالهيلث ايدوكيشن بالنسبه للدايت. عشان كده الدايت دي بتبقى لايف ستايل, وعلشان كده لو الفيرست لاين في المانجمنت اوف دايابيتس هو اللايف ستايل موديفيكيشن, وعلى راسها الهيلث دايت بتبقى هدفها انها تومنتين وامبروف ذا هيلث والبريفنشن ميني كورونيك هيلث ريسك, منها الدايابيتس في وسط هلومه حتى
الكانسر، قالوا ان الهيلث دايت تستطيع انها توقف طغيان الكانسر ده، وانها لازم تبقى كونسيومنج ابروبريت اماونتس اوف اول نيوترينت، يعني مفيش حد يعتمد على كاتيجوري واحده. ولكن الكربوهيدرات النشويات بلاش، يعني هي السكر انا بدات نبطل خلاص، لا انا رز ولا مكرونه ولا ويقول لك طب انا بطل دول بس انا هاكل لحمه كتير. ده طبعا اللي بيقدر يشتري لحمه، بس ساعات مثلا بيكون مثلا جزار ولا حاجه، ده بيقول لك بفطر لحمه اتغدى لحمه، مش اللحمه مش ضد السكر. فده الكلام كله ما ينفعش، لان لازم تبقى فيه بس وتبقى ابروبريت اند ادكوت تمام. حتى السويت ممكن ياكلها، بس ياكلها بعد ايه وياكلها امتى، هو ده الهيلث نيوتريشن اللي احنا بنتكلم عليه. عشان كده لابد ان احنا نطلع من دماغنا ان الكربوهيدرات دي شيطان. الكربوهيدرات دي از فيري امبورتنت كومبوننت اوف هيلث لايف. بس انهي الكربوهيدرات هي دي الفكره، يعني انه نديا زي ما حضراتكم شايفين انها بتترجم الى الجلوكوز اللي هو البرايمري فويل يوز باي ذا برين. حتى لما بتلاقي طفل لسه او في المراهقه جاب سكر، لازم بيتفهموا السكر ده ما هو الشيطان، ده جسمك محتاج سكر بس محتاجه في كمياته مناسبه بحيث انك انت ما تقعش في الغلط. وان الفودز كونتين كاربوهيدرات ار امبورتنت سورس اوف ميني نيوترنت انكلود ووتر سوليوبل فيتامينز ومينرالز، ما فيش حاجه اسمها نلغيها من حياتنا. وانه اللو كاربوهيدرات دايت نوت ريكومندد، ما فيش حد ابدا بيقول لو كاربوهيدرات دايت، ولكنه بيهتم بالنوعيه وبيهتم بتناغمها كلها مع النسبه اللي هي بتفادي. حتى لو كنت سمعت زي ما كانت بتتكلم الدكتوره لبنى على الجي دي ام وعلى الدايت في الجستيشنال دايبيتس. الهيلث دايت نقدر ان احنا نمشي على كل دول زي ما حضراتكم شايفين ما فيهمش مشاكل، بس انا عايز اركز على انك انت تعرف الدايت بيتفولز اللي موجوده، وعلى انك جبنا التشينج ده تشينج اوف بيهيفير، حاجه احنا اتعلمناه، طلعنا لان الاكل ده بيتحط قدامنا فتعودنا عليه فبدانا نحبه فبدانا نمشي عليه. لازم التشينج يبقى جراديوال، مش ممكن تيجي الواحد وتلغي له حاجه خالص في حياته هو بيحبها. الطفل اللي بيحب الشوكولاته لازم تعلمه ياكل الشوكولاته امتى وياكلها قد ايه. الراجل اللي بيقول لك والله انا اصلا افضل ان انا اخد عسل، لازم يعرف ياكل عسل امتى وياكله ازاي. انما مفيش عندنا حاجه اسمها باد فود وجود فود، ولكن عندنا سيلكتد فود بيست ان توتال ايتنج باتر هو ذا انديفيدوال كان تيكن. انما باد فود وجود فود دي ليست موجوده في القاموس ابدا، ولا يجب ان حضرتك تتلفظ بيها مع المريض. الفاكتورز اللي هي افكتنج التشويس بتاع الفود، بيرسونال بريفرنس، واحنا عمالين نتكلم على رغبات الناس وعلى ايه التريتمنت بتاع الدايبيتس لازم تبقى اندفيدواليزد، انها تبقى بيشنت سنترد ابروتش، بمعنى انك انت لازم تاخد الرغبات في الحسبان، فانت لازم بتسمع منه وتعرف رغباته ايه، وتشويس كانت رغباته دي مقننه يا اخي، اقننها انت كمان ومشيها، انما ما تقولوش تحرموش من حاجه هو بيحبها بدون سند بدون ايفيدنس بدون انك انت بتشوف له حل. فيبقى البيشنت بريفرنس لابد ان هو يراعى المستوى الادوكيشن. انت بتخاطب واحد يمكن ما سمعش على الجبنه الروم والبسطرمه، بيشتغل مثلا في ناجع بيشتغل في حته فيها ريموت اريا، يبقى لازم تعرف الفود ستاف بتاعه ويبقى ماشي مع الادوكيشن هيز الادوكيشن ليفل قصدي، وبعدين تعمل ماشي الاثنين مع بعض. ولما تقول له مش هتقعد تقول له هو ما عرفش يقرا ليه، بتقعد تقول له بالجرام وبالقنصة وبالمش عارف، لازم تترجمها له لاشياء سلايس اوف بريد، يعني نص رغيف يبقى قد ايه، كوبايه الشاي يتحط فيها قد ايه سكر، ده يعني يبقى لابد الناس اللي بتخبز عيش ظل مش عارف العجينه اللي معاك وتطلع لما تطلع في المقابل هتلاقي ناس هايلي ايدوكيتد وعايز ياكل فينو وعايز ياكل بقسماط وعايز ياكل جاتو، يبقى لازم ده تبقى ماتشنج للاشياء دي. الايدوكيشن مهم جدا. الكونفينينس، هل هو ده هو الطعام ده متوفر قدامه ولا هو بياكل اللي بيلاقيه؟ معظم الناس بتاكل اللي بتجده، ما بيروحش يدور على طعام يشتريه،
يعني مثلا ما تجيش تقول له لازم تجيب عيش سن ويروح يقعد ويدور في المكابس ويلاقي ويدفع من جيبه وهو يعني. طب ما تشوف انت العيش اللي عنده والكونفينينت اللي هو قريب منه اللي يقدر ياكله، هل تقننه ولا ما تقننوش؟ الجهد الجهد مهم جدا، لانه احنا بنتكلم على حاجه بيدفعها الانسان من جيبه، فالجزء مهم جدا. فكل ما كانت الدايت ما تكلفش حاجه، رحت فجل وجرجير وبصل وعيش وطعميه هتكلف قد ايه دي، وعيش وفول هتكلف قد ايه دي. انما لما اروح اعمل له ديزاين انك تاكل فاكهه ولازم تجيب مش عارف تاكل كم مره موز وكم مره وكم مره تفاح وكم مره، هو اساسا ما فيش الكلام ده. يبقى الجوست مهم، شويه رز بيجيبهم الست تطبخهم وتكفي كل الولاد. يبقى لازم انك انت وانت بتقول تراعي الكروم البيتي، تراعي انك انت ما تدلوش اكل يختلف عن اكل البيت اللي هو فيه، والا هيبقى منبوذ نمره واحد. فده من اللي هيقعد بقى يجيب لده حاجه وده حاجه وده حاجه وده حاجه، ده مش هينفع وملوش اصلا ايفيدنس بيست. الكالتشر اتعودنا ناكل حاجات الناس كلها هنا في مصر مثلا تاكل فول وطعميه، تيجي تقول له الله اصل الطعميه دي فيها زيت والزيت ده احنا اتعلمنا ان ده ساتوريتد وده ما ينفعش. لازم ما ينفعش كده تقول له بس هتاكل ايه مع الطعميه؟ لو هتاكل ايه مع الطعميه الرغيف اللي فيه مسامير وفيه خشب ده اهو ابو شيري ما عنديش مشكله، لما هتجيب رغيف ابيض كده اهو واخد بالك انت ازاي وتاكل ثلاثه اربعه، لا اقول لك هنا مش هينفع دلوقتي الكلام ده. يبقى ايه؟ لابد ان انا راعي الكالتشر وراعي السوشيال وراعي الريليجيوس. الريليجيوس مهم جدا لانه في مثلا عند الاخوه المسيحيين مثلا لما بيصوموا بيستعملوا الزيت بطريقه اكستنسيف في اكلهم، فلازم انت تاخد بالك من النقطه دي. ازاي انك انت تكون لون الحاجات لو كانت بويلد او كانت ستيمد او ما احسن ما تبقى فرايد او احسن ما تبقى كده، لما تبقى جريد احسن. يبقى لازم انك انت تراعي ايضا الريليجيوس وتراعي الافيلابيلتي بتاع الفود اللي موجود. الفريكونسي بتاعت المين بتعتمد على الابيتايت وعلى الليفل اوف ساتايتي والاكتيفيتي ليفل والايموشنال سايد. واحد يبقى لما كنا بنتكلم امبارح عن الاوبيت ونقول ان هو بيبقى ساعات نفسه مسدوده ما بياكلش، فطبعا دي بتعتمد على الاشياء دي كلها والجو المحيط. انما لازم تراعي ان هو ما ياكلش قدام تلفزيون مثلا، ما ياكلش هو زعلان وما ياكلش هو فرحان، لانه هو ما بياخدش باله من الاكل، هو بيبقى ايموشنالي ديسوشيتد فبيبقى بياكل كده. لو انت مثلا تخيل لو انت ايدك مكان ايده وحطيت له اي حاجه ومش هيحس، يبقى ده المفروض ان انا اراعي هذه الامور كلها. الباد هابتس سكيبنج جميل مهم جدا جدا، ذا فيري باد هابت سكيبنج جميل دي لان بيترتب عليها بعد كده اوفر ايتنج، والاوفر ايتنج ده بيبقى مشكله. فدايما يقول لك اصل انا ما بفطرش، عشان كده الاي بي اف في السنادي كان اللوجو بتاعه ده ان الاكل الصحي يبدا بالفطار. ليه يبدا بالفطار؟ يقول لك انه ده بيكون لي البيز اللي انت بتبني عليه طول اليوم، وبالتالي بتفضل انت طول اليوم قادر تنظم نفسك وسكرك يتنظم. لانك انت لما تسكيب لمين بيبقى في تندسي تو اوفر ايت الميل اللي بعديها، وهذا الكونسير بيبقى لو هو بيحصل مره غير لما بيحصل كل اسبوع، غير لما يبقى ده العاده. العاده ان انزل دكتور نبيل يقول لك اصل انا يعني مش فاضي فانزل وياخد اي حاجه، بس انا اعرف ان نبيل بيفطر صراحه يعني ما بيسيبش الفطار. فالفكره كلها انه يحصل اوفر ايتنج. الاوفر ايتنج ده من اول اسبابه لسكيب مين، وان الميل اللي اكلتها قبل كده ما كانتش نار، او في المور فود افيلابل، ولا كان ما في الماكدونالد والناس معاها فلوس بقى وبتجيب اللارج بورشن مهم جدا في الموضوع. يا ابني الكمبيوتر بتاعك عايزنا نخلص بسرعه وانا هخلص بسرعه، بس الريجولر ايتنج ريجيم، الريجولر ايتنج ريجيم ده كارثه سوداء، كارثه سوداء. انه افطر مره الساعه 8 ومره افطر الساعه 11،
مرة اتغدى الساعة 3، مرة اتغدى الساعة 8، مرة اتعشى الساعة 10، مرة اتعشى الساعة 2 او متعشاش. الريجولار ايتنج ريتمنت ده بيبهدل الدنيا، لأنه ما يبقاش فيه كونسيستنت بلاد جلوكوز ليفل أبدا مع الريجولار. ودي الطمة الكبرى لو كان العيان ده بياخد لونج اكتنج اورال أو بياخد انسولين. هخش في هايبوجلايسيميا، والهايبوجلايسيميا تتبع بهايبرجلايسيميا، ويبقى بيتمرجح على الحد كده قدامك، والفاريابيليتي دي هي اللي بتعمل الكومبليكيشنز. فعشان كده الكونسيستنت تبدا مش بس بالنوعيه ولكن بالتوقيت. التوقيت مهم جدا جدا جدا. احنا بنشتغل على بيولوجيكال كلوك جوه جسمنا، ودي ليها ريزم بتمشي بيه. الهيلث فود، الهيلث فود مهم جدا ان احنا نعرفه، ونعلم نعرف ان الهيلث فود ده ليس بالسعر وليس بالطعم، ولكن انك انت تقرا الانجريدينت اللي موجوده. وللاسف احنا ما عندناش الانجريدينت بتبقى مكتوبه كده، انما بيبقى عندنا انت بتروح تجيب الاكل اهو، الاكل اللي موجود قد يختلف من منتج لمنتج، ولكن في البلاد اللي بره لازم الليفل الجديد يبقى موجود، ولازم تاخد بالك منه، ولازم تعمل هيلثي تشويس. لازم الووتر والسلط لازم يدخلوا في الموضوع. بروتين اوفرلود اللي كنا بنتكلم عليه من شويه، ومبقاش ده مثلا يعني بس للناس اللي ما عرفوش تجيب لحمه، ولكنه بيبقى برضه عدم وعي من الناس انه ما تقدرش تفصل السكر او كيلو عن البالانس دايت، وما تقدرش تغلب عنصر من العناصر على غيره ابدا وتديله اكثر مما يستحق. الجانك فود هذه المصيبه الكبرى والكارثه. الجانك فود مشكلته ان هو يعني كل الباقي فيكس اللي انت تتخيلها دي هو لا ليس فيه نيوترال كفايه، وليس متنوع، ولكنه ديليشيس للاسف مع التسويق والماركتنج وكل الهلومه دي. فلاك اوف انرجي، لانك انت ما بتاخدش نيوترال كفايه، عشان كده بتلاقيه ياكل ومش قادر يتحرك برضه، مفيش يعني مفيش حركه. بور كونسنتريشن، هاي كوليسترول، هاي ديزيز، دايابيتس، هاي بلاد بريشر، لانه في الغالب بيبقى صمت كمان وبيبقى فاتي. هذا الجانك فود بيأثر ليس فقط على النيوتريشن كبناء جسم، ولكن ايضا بيأثر على المود والدبريشن والفتيج والمود سويد، وكل دول بيتعلقوا بالهابت بتاعك في النيوتريشن. الاكل اللي انت بتاكله مش مجرد ان هو بيطلع طاقه، ولكن هو التمثيل الغذائي بتاعه بيطلع ديفرنت جريدينت ممكن تعمل لنا كل هذا. اللونج تيرم بروبلمز اللي الدايت كلكم عارفينها طبعا، ما فيش داعي ان احنا نتكلم فيها، ولكن تخيلوا هؤلاء الناس كيف يعيشون؟ ازاي انك انت ازاي تتحرك وازاي تبقى ملك؟ ازاي اطفالنا دول اللي احنا كنا لسه النهارده بنناقش الصبح في الاي دي اف، ازاي في المدارس نقدر نمنع هذا الكلام؟ وازاي نقدر نلقنهم عادات صحيه كويسه؟ وازاي نمنع البيبسي؟ وازاي نمنع الشيبسي من ان هم يحطوا ثلاجات في المدارس ببلاش علشان الاولاد تشتري؟ وازاي نمنع المحلات اللي هي بتنتج الاوفر سايز ده انها نحط عليها تاكس او نقول ان اغذيتها غير صحيه وما ندعمهاش؟ كل دي كانت حاجات بتتناقش النهارده، وكل دي علشان خاطر تقول فين ان دول مرشحين بقوه انهم يبقوا فين. الحقيقه انه ساعات جدا بيبقى الاتيتيود للفود يوصل لمرحله الكريفنج. كريمنج يعني ديبندنس، يعني لا تستطيع انك انت تستغني عنه ابدا. يقول لك زي ده انا بستمخ لما اكل الشوكولاته، ده انا لما باكلها ده انا مزاجي بيتعدل، ده وهكذا انواع من الفود. ليه؟ لانه الجت البرين جت كونكشنز هذه منظومه كبيره جدا ومتصله، وبها ملايين النيورز اللي موجوده اللي تقدر تاثر على كل حاجه. ولو كنا بنتكلم على اي حاجه في هذا الموضوع هنقول انه الكريم فيزيكال وسيكولوجيكال في نفس الوقت، وان الامر بتاعه يحتاج الى تدريب، وانك انت البيهيفير لازم يتعالج هذا البيهيفير. وبالتالي لابد ان احنا عارف ان انا ان انا ان انا ان انا يعني طولت سنه، بس انا يعني انها ايه اللي خليني ابقى كريت اللي هي حاجه من الاكل، ان ما بقاش ساتسفايد بالميل اللي قبل كده، او تبقى ديفيشنت في سيرتا نيوترال موجوده،
بيبقى السورس بتاع الايموشنال ديسكمفورت ده انا عندي مشكله عندي حاجه فبترتبها الاكت على طول والكونشس في الهابت بتاعتي او الاكتيفيتي بتاعتي انا باكل وانا قدام التلفزيون وانا مشغول وبيبقى عندي ساعات مع كتر ما باكل حاجات حلوه يقول لك خلاص ما عادش تتاثر فيا فعندي تولرنس ما بحسش بالشبع منها ابدا وانها هتبقى اكسسبل بالنسبه لي ودي بتاعت الكريتنج البيهيفير موديفيكيشن طبعا موضوع صعب جدا ومعقد ولكنه يحتاج الى التعاون الناس لانه ده مالتي كومبوننت البيهيفير مانجمنت ده علشان اغير عاداتي في الاكل واحسن النيوتريشن واحسن الدايت والفيزيكال اكتيفيتي يحتاج الى ان انا ابقى ادرست ده ادرست ده ازاي؟ ان وجدوا ان الناس دول اللي دكاترتهم بيكلموهم على العادات الضاره زياده الوزن او التدخين او غيره تخيلوا دول لما جاب يعملوا سيرفي وشافوا ان اللي دكتورهم بيكلموا على العادات الضاره بيبقى ست مرات اكتر من اللي من الدكتور ما بيكلموش في تقبله لمشكله زياده الوزن ومحاولته للتخسيس ونجاحه في ذلك وده معناته ان احنا بنقصر عندما لا نناقش مشكله اعتمادا على انه يا يعني عم ما مش هيبطل، ما هو ده بيدخل هديله مش عارف 30 سنه انا هقول له هيبطل، ده ما هو بياكل الاكل ده طب انا هناقش معاه الاكل ده هيبطل، لا يبطل لانه واضح كده هو 10 تايمز مور تو ديزاير ويت لوس 2.2 مور اتمت تو لوس ويت ديزاير بس يعني انت لما بتكلمه بيحاول والمحاوله 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 على الاقل بتزل في ودانه وبالتالي بيقدر يوصل الباريرز دي لابد انك انت تبقى برو اكتف وانت اكتف عشان تغير الهابتس دي وانك انت تساعد بريسورسز، ريسورسز يعني ايه؟ يعني تدي له حاجات تعليميه، اشرح له، كلمه، خليك في ظهره، ما هي دي الريسورس، الريسورس مش هتطلع من جيبه، مش طلع من جيبك وتديله، انما تطلع من جيبك من عندك المعلومه اللي تناسبه هو وتحسسه انك انت وهو في مركب واحد، وبالتالي التشنج بتاع الهابتس دي يعني مش ممكن اكلم واحد على التدخين وانا بدخن، مثلا قدام حتى كنت بدخن ما فيش داعي، مفيش داعي الدكتور يدخن في العياده ابدا قدام المرضى النهائي ولا يعني 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 يخلي المريض يعرف حتى هذا الكلام. في الدايبيتس بريفنشن الحقيقه الدايت كانت مهمه جدا واللايف ستايل احنا خلاص يعني وزير المينس هكتب انه سمول تشينجز اللايف ستايل ويل بي بريك بيج تشينجز. سمعت بيتر شوارتز من في المحاضره في اول يوم وانه قال ان الناس اللي بتقدر تغير دول ممكن انها توصل ان ما عندهاش دايبيتس وانه لابد ان انا اخر حاجه ان انا اغير ماي لايف ستايل ماي هابتس. ما حدش بيتولد بهابتس غير قابله للتغيير ابدا ولكن حتى الهابتس بتاعت الدايت بتاعت الاكسرسايز تحتاج مننا الى جهد تحتاج مننا الى فهم تحتاج مننا الى نقلع عن العادات السيئه. ثانك يو فيري ماتش. Thank you very much for this excellent and practical presentation.